أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وكما أسلفت بأن قضية الأراضي من إحدى القضايا التي تؤرق المواطنين في تهامة، ولطالما تعرضت الأراضي في تهامة إلى النهب من النافذين الذين تعاقبوا على إدارة البلاد هناك، لكن الآن أيضا يبتلى المواطنين في تهامة بالنافذين الجدد والحكام الجدد من حوثيين الذين يسعون إلى الاستيلاء على أراضي تهامة، وخاصة الأراضي في مديرية باجل وفي قرية الدقاونة، حيث يسعى بعض الحوثيين وباستقواء أيضا بالسلاح لتهجير قرية أو أهالي قرية الدقاونة للاستيلاء على أراضيهم التي يتخذون منها بيوتا، وكذلك أيضا أراضي زراعية بدعوى أن هذه الأراضي ملك لأحد النافذين المنتمين لهذه الجماعة. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضايا أو قضية وقضايا الأراضي والنهب الحوثي لها في تهامة، يسعدنا أن نرحب بالأستاذ عبد الحفيظ الحطامي، صحفي والكاتب المعروف. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ. تحياتي لك أخي عبد الله ولمشاهدي قناة يمن شباب. نعم، كما أرحب أيضا بالأستاذ عصام بلغيث، صحفي مهتم بالشأن الحقوقي ومختطف سابق لدى جماعة الحوثي. أهلا بك عصام. أهلا ومرحبا، وأسعد الله مساءك أستاذ عبد الله، ومساء جميع السادة المشاهدين لقناة يمن شباب، ومساء الضيف القدير الأستاذ عبد الحفيظ. نعم أستاذ عبد الحفيظ، فيما يتعلق بهذه القضية، ما تفاصيلها؟ قضية الدقاونة. نعم أخي الكريم، هذه الجريمة اقتحام القرى ونهب الأراضي بالقوة وتهجير السكان ونهب المزارع، هذا ضمن المسلسل الأسود لهذه الميليشيات الحوثية منذ اقتحامها واحتلالها لمحافظة الحديدة. هناك المئات من الحالات في تاريخ مسيرة هذه الميليشيا الدقاونة، منطقة يعني قريبة من شمال مدينة الحديدة تتبع مديرية باجل، اقتحمتها الميليشيات. سبق للمواطنين أن تقدموا حتى للمحاكم الحوثية في الحديدة بأحقيتهم في أرض يسكنونها منذ 50 عاما، وبالتالي كل الجهات التي عينتها للأسف الشديد الميليشيات، من العاقل إلى المأمون إلى القاضي إلى رؤساء المحاكم والنيابات، إلى من يشتكي إلى من عينتهم هذه الميليشيات، وبالتالي ارتدت إليهم الأحكام بمصادرة أراضي بمصادرة بإجبارهم على النزوح والتهجير من قسرا من هذه المناطق، وبالتالي حدث ما حدث، دخلت أطقم الميليشيات وقامت بالاعتداء على والضرب على النساء والأطفال والرجال الذين أيضا رفضوا أو رفض الكثير منهم الخروج من هذه المناطق، وأجبروهم بقوة السلاح الخروج قسرا لاحتلال هذه المناطق. هذه المنطقة ومناطق أخرى بمديرية باجل سبق أن الميليشيات ارتكبت فيها عمليات قتل، من ضمنها يعني منطقة عباقة العام الماضي التي قتلت فيها 3 مواطنين وأصابت 2 آخرين، واستولت على أراضي المواطنين بالقوة في هذه المناطق، وبالتالي تقدم المواطنين إلى المحاكم والنيابات، لكن لا القاضي الحوثي يبقى يعني في إطار القيادات الحوثية التي تنهب هذه المحافظة على مرأى ومسمع. هذه المناطق سواء في باجل أو في الضحي في مديرية الضحي أيضا منذ أشهر اقتحمت الميليشيات، ويعني صادرت مقبرة وجرفت حتى رفاة الموتى. أخي الكريم، ما يحدث صراحة مأساة يندلها الجميع في محافظة الحديدة، منطقة القصرة، منطقة الجحبة في مديرية الدريهمي، والقصرة في مديرية الساحل، تهجير قري منطقة الجبلية، المنطقة التي حفرت فيها الميليشيات خنادق وحفرت فيها قناة بحرية من الاتجاه الحيمة مقابل الحيمة الساحلية باتجاه حتى منطقة الجبال الغربية. يعني هذه المناطق وغيرها من المناطق في كيلو 16، كيلو 4، كيلو 7، مناطق أيضا في مديرية القناوس، في مديرية المنيرة، في مناطق الصليف، اعتدت حتى على مناطق يعني خاصة بشركات مشهورة في اليمن، وبالتالي أيضا مناطق في محافظة الحديدة، في منطقة العرج، في منطقة حتى على مستوى مدينة الحديدة، أجبرت السكان على أن يشتروا من الميليشيات مجددا المناطق التي بنى فيها السكان يعني منازلهم على امتداد مئات السنين. نعم، إذن هو ضمن مسلسل ممنهج للاستيلاء على الأراضي، هذه قضية من قضايا عدة تسعى فيها الجماعة للاستحواذ على أراضي تهامة، لكن فيما يتعلق بالاعتداء الحقوقي على المواطنين، هل بالفعل تم اعتقال جميع أهالي القرية من رجال ولم يبقى في القرية إلا النساء؟
نعم أخي الكريم، هناك معارضة قوية صراحة، لم ينكسر أبناء تهامة وكعادتهم برغم قلة الحيلة وقلة المؤونة وقلة السلاح في مناطق سيطرة الميليشيات، ويعرف الناس ماذا يعني سيطرة الميليشيات، يعني حتى الفيديوهات التي خرجت بشكل ضئيل بشكل ضعيف، وبالتالي أقدمت الميليشيات على اعتقال عدد من رجال هذه المنطقة لإجبارهم قسرا على النزوح بأطفالهم ونسائهم من هذه المناطق. عملية الاعتقالات هي وعمليات القتل والترويع والتهديد هي ما تقدم عليه الميليشيات لتروع ابناء محافظه الحديده، ومع ذلك الناس قاتلوا وواجهوا كما حدث في مناطق متعدده من ضمنها القصرى ومن ضمنها مناطق عباقه وغيرها التي قاتلت وقدمت شهداء، وهذه ايضا منطقه الدقونه يعني قدمت العديد من المعتقلين، اضافه اخي الكريم الى عمليه اعتقال عدد من موظفي الكهرباء وعدد من المواطنين الذين يعني لمجرد حتى نشر يعني فيديوهات او نشر يعني اخبار في صفحات السوشيال ميديا تقوم هذه الميليشيات على اعتقالهم وترويعهم، وهي محاوله لكسر اراده ابناء تهامة الذين ينتفضون ما بين وقت واخر للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وعرضهم وترابهم وتاريخهم التي تحاول هذه الميليشيات تدنيسه على امتداد عقد من السنين، وهي قاتمه على هذه المحافظه التي تنتفض ما بين الفينه والاخرى رافضه لهذا الظلم وهذا الإجحاف وهذه الممارسات الممنهجة التي تمارسها الميليشيات امتدادا إلى ما إلى إلى عصور إلى منتصف القرن الماضي، حيث أقدمت الإمامة على قتل وتدمير محاولة تدمير أبناء محافظة الحديدة وأبناء تهامة عموما الذين انتفضوا فيما يسمى في ثورة الزرانيق التي كانت أم الثورات اليمنية التي واجهت حينها حكم الإمامة، وواجه أيضا أحفاد الزرانيق وأحفاد أبناء تهامة في 2015 من القرن الحالي، ويعني مرقوا أنوفهم في التراب لولا أن خذلهم القريب والبعيد وقاتلوا حتى آخر طلقة في الدفاع عن أراضيهم وعن مزارعهم وعن كرامتهم وعن تاريخهم وعن حضارتهم وعن هويتهم. نعم، سأعود إليك أستاذ عبد الحفيظ. نذهب أيضا إلى أستاذ عصام بلغيث الصحفي المهتم بالشأن الحقوقي. عصام، هل تجد أن هناك ثمة خذلان بالفعل للمواطنين في تهامة، ولنقل لكل المواطنين في مناطق الحوثي في ظل هذه الجرائم والاستفراد من قبل الميليشيات بالمواطنين هناك؟ في البداية أكرر، أسعد الله مساءك أستاذ عبد الله ولضيفك الكريم الأستاذ عبد الحفيظ ولطاقم يمن شباب والمشاهدين. ما يحصل طبعا في تهامة، وأنتم في بداية الحلقة تناولتم ما يقوم به الكيان الصهيوني من حملات للتهجير والتدمير والحرب التي يشنها في غزة، وحملات التهجير القسري التي يشنها في الضفة الغربية وأجزاء من فلسطين المحتلة. هو انتهاك بحق الإنسانية، نفس هذه التصرفات وبنفس الوحشية، وربما تفوق هذه الوحشية ما تقوم به جماعة الحوثي الآن في اليمن في المحافظات المسيطر عليها من قبلهم. من ضمن هذه الوحشية والممارسات الممنهجة لقمع أبناء الشعب اليمني ما يحصل اليوم في محافظة الحديدة، ما حصل في قرية الدقاونة أو في عزلة الدقاونة يأتي ضمن مسلسل ممنهج بدأته الجماعة منذ سيطرتها في 2014. اليوم نعم هناك خذلان لما يحصل للمواطنين في 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 محافظة الحديدة، وللأسف الشديد تم ترك الجماعة وأخذت أريحيتها في الحرب ضد أبناء تهامة. نلاحظ أن هناك تطور في التحركات، فمثلا بدأت جماعة الحوثي بمسلسل السيطرة أو مصادرة الأراضي منذ العام 2014، وبالذات في منطقة باجل في ذلك العام شنت حملة عسكرية ولكن بمسلحين مدنيين على قرية في باجل، وسيطرت الجماعة على ما يقارب من 90 كيلو متر مربع، أي ما يقارب 300 معاد كما هو معروف بين أبناء تهامة. المعاد هو قسمة 66 على ما أتذكر. نعم. يعني 3600 متر مربع، أي نعم. ما يقارب 90 كيلو متر مربع سيطرت عليها الجماعة في 2014. حاولت تقدمت الجماعة نحو الميليشيات المسلحة نحو هذه المنطقة، وجدت مواجهة عنيفة جدا، قتل على إثرها الشيخ علي بن علي مزرية وهو أحد مشايخ المنطقة. منذ ذلك الحين
تكثرت الأبناء التهامة، وكانت الجماعة كما يقال اليوم ممكن أن نقول في عدم خبرة أو قلة خبرة في التعامل مع قضية مصادرة الأراضي. ثم استمر مسلسل الأراضي حتى قبل في أغسطس 2022 أقدمت الجماعة عبر ميليشياتها بالسيطرة على منطقة القصرة، وكنا في حينها ضيفا في من شباب وناقشنا هذه القضية وناقشنا تفاصيلها. منطقة القصرة تم السيطرة على ما يقارب مساحات شاسعة، وتم ذكر المنطقة في آخر تقرير لمجلس خبراء مجلس الأمن، وأوردت هذه القضية باعتبارها من قضايا الانتهاك والتهجير القسري التي مورست في القرن 21 من اعتبارها من أبشع تلك الجرائم. تم اختطاف ما يقارب 70 مواطنا من أبناء تهامة. كانت هذه العمليات السابقة تتم في ظل عدم خبرة الجماعة في التعامل مع مصادرة الأراضي. اليوم ما حصل في منطقة الدقاونة في عزلة الدقاونة في محافظة باجد جاء بعد سنوات من الخبرة، حيث نلاحظ اليوم بأن التحرف جاء وفق حكما أحكام قضائية صادرة من قضاة أشبه بقضاة ميدانيون بقضاة ثوريون، أصدروا أحكامهم بمصادرة أراضي يعيش فيها أبناء تهامة منذ أكثر من 50 عاما، وليس 50 عاما، ما يقارب 100 العام. هذه الأرض توارثها المواطنون أبا عن أب وجدا عن جد حتى وصلت إليهم. تأتي جاءت اليوم الجماعة لكن تختلف بصيغة التهجير. السابق في الحوادث السابقة مارست الجماعة عملية التهجير بشكل ربما نقول أكثر عبثيا وغير منظمة ولم تستند إلى القضاء. اليوم هناك تطور كبير وتطور خطير جدا، تم استصدار حكم قضائي من قبل القاضي الحوثي طه، ما المسمى المدعو طه الأرجلي، أصدر قراره بحكم لصالح نافذين في مقدمتهم المدعو محمد السياني. قضى موجب هذا القرار بأن بأحقية وملك هذه الأراضي لشخصيات نافذة على رأسهم كما ذكرت محمد السياني، وهذا هنا يعتبر تقدم خطير أو منهجية خطيرة في التعامل مع أبناء تهامة. للأسف الشديد جماعة الحوثي وقياداتها ومشرفيها في المحافظة ينظرون إلى أبناء تهامة باعتبارهم ليسوا قوة عسكرية مجتمعة أو ليسوا قوة قبلية يمكن الدفاع عن أنفسهم بالسلاح والمواجهة، فلذلك هي تستغل هذا الحالة الاجتماعية الميالة إلى السلم الاجتماعي والضعف والفقر. نعم، والعوز، الناس فقراء، وهذا ما وصلت، وهذا الضعف أصلا هو نتيجة ممنهجة أصلا الإفقار، سنوات من القهر والغبن والإفقار التي مورست بحقهم. أريد التركيز هنا على نقطة مهمة هي استغلال القضاء في تحركات اليوم. كانت لليوم تحركات وفقا لأوامر قضائية، نحن قضاء مسيطر عليه غير شرعي باعتبار قضاء مسيطر عليه. يعني القضاء لاحظنا أن هناك استغلال للقضاء في استهداف السياسيين اليمنيين واستصدار أحكام الإعدام، نعم، واستصدار حكم أحكام السجن بحقي وحق زملائي المختطفين وغيرنا من أبناء الشعب اليمني. اليوم بدأ القضاء يمارس حتى دوره المشبوه ودوره ربما نقول الإجرامي من خلال استصدار أحكام قضائية من محاكم مسيطرة على من قبل الحوثي، كما يفعل الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تتحرك والآليات والمجنزرات والدبابات بعد إصدار أحكام من قبل المحاكم الإسرائيلية التي أصلا وجودها غير شرعي. الوجود الجماعة الحوثية في المحافظات في محافظة الحديدة وفي أرض التهامة هو وجود غير شيء مثل الصهاينة في غير مقبول، كما هو موجود الصهاينة في وجودهم. فبالتالي هناك تشابه بين التحركات والتصرفات، بل أن الجماعة الحوثية اليوم للأسف الشديد تمارس ما هو أشد، هناك ما هو أكبر من ذلك. وكل والجميع اليوم ربما أنتم ستناقشون هذه القضية، موضوع الخلايا التي أعلنوا عنها، نعم سنناقشها وهذه قضية في يوم آخر، نعم. نتمنى أن تناقش بشكل مستفاض. إذن الجماعة تمارس حملتها ضد أبناء تهامة باعتبار محافظة الحديدة هي الخزان المالي
أو ممكن نقول الخزانة المالية التي الآن تستند عليها جماعة الحوثي، وهي تحاول جر الرأي العام في محافظة الحديدة إلى قضايا هامشية بعيداً عن حتى لا يطالبوا بالمرتبات بالخدمات بالكهرباء بالصحة التي تم الاتفاق عليها في اتفاقيات ستوكهولم، أن يتم توريد كل ما يتم توريده من ميناء الحديدة لصالح المحافظة بصندوق لصالح المحافظة، وهناك الصندوق الاجتماعي الذي تم الاتفاق عليه لتوريد هذه المبالغ الكبيرة. لكن للأسف الشديد نلاحظ أن الآن الجماعة تفتعل مثل هذه الأمور للأسف الشديد، مستغلة سيطرتها على أجهزة الدولة والقضاء لجر الرأي العام. اليوم انظر ماذا نحن نناقش في هذه الحلقة، نناقش سيطرة الجماعة على الأراضي على قرية، بدل أن نناقش أيوة على الطريق، بينما في الأصل كانت الأصل أن نناقش في الحلقات ما هو موضوع المرتبات، أين وصلت الاحتلال نفسه الاحتلال نفسه كذا كذا. فهي تحاول جر الرأي العام عبر عبر هؤلاء المشرفين المنفلتين، وكذلك وأعتذر عن قول المشرفين المنفلتين، وإنما هنا توجه منهجي من قبل جماعة الحوثي لجر الرأي العام وللسيطرة على هذه المحافظة التي تعتبر هي الخزان المالي أو الخزينة المالية لجماعة الحوثي. للأسف الشديد اليوم جماعة المحافظة اسمح لي انتهى وقتنا، وأحتاج إلى العودة إلى عبد الحفيظ أيضا في دقيقة أو دقيقتين. أشكرك وأتمنى أن تكون معنا أيضا في حلقات أخرى. عصام بلغيث، صحفي المهتم بالشأن الحقوقي، شكرا لك، كنت معنا عبر الميت. عبد الحفيظ حطامي، ولو تختم يعني كيف يمكن أن نساند أو ندعم المواطنين هناك في تهامة أو حتى في مختلف المحافظات المسيطرة عليها من قبل الحوثي والذين يتعرضون لمثل هكذا ظلم مثل التهجير من القرية بالمجمل؟ نعم أخي الكريم، صراحة الميليشيات تحاول شرعنة ما تقوم به من عمليات نهب وسلب في محافظة الحديدة، وهنا يترتب أشياء كثيرة أن تقوم بها الجهات الحكومية والحكومة الشرعية على الأقل، أولا بإعلان بطلان أي أحكام صدرت من هذا القضاء التي أعينته هذه الميليشيات، وعدم اعتماد اي مقاضاه في هذا فيما يتعلق بهذه الجوانب، لان الميليشيات صراحه تقوم بشرعنه هذه القضيه منذ تغييرها للعاقل وللمامون وللاجهزه القضاء في محافظه الحديده وفي المناطق الواقعه تحت سيطرتها. هذا اولا. ثانيا، يجب على الحكومه الشرعيه اليوم لم يعد امام المواطن في محافظه الحديده بعد ان ركن على يعني استند الى اتفاقيه ستوكهولم، واتفاقيه ستوكهولم اصبحت سقفا مارست فيه الميليشيات الحوثيه العديد من الجرائم، عمليات القطع، عمليات التلغيم، عمليات التدمير، عمليات التفجير، عمليات تهجير السكان، عمليات تلغيم السواحل، عمليات قتل الصيادين، عمليات متعددة فيما يتعلق بتحويل محافظة الحديدة إلى جحيم لا يطاق. وبالتالي لم يعد أمام المواطن اليوم أي من الالتفات إلى أي مبادرات سياسية أو أي حوارات ما لم يكن هناك حسم في عملية إخلاء الميليشيات لهذه المحافظة وعودها إلى حيث كانت، وتحرير هذه المحافظة التي تعتبر والتي تحاول حولتها ميليشيات الحوثي إلى مخزون استراتيجي لها سواء كان سياسيا أو ماليا أو عسكريا أو غيرها من الأشياء التي تستند إليها الميليشيات في هذه المحافظة. وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تحرر وأن تطلق عملية عسكرية لتحرير هذه المحافظة، والتي أكد فيها العديد من الخبراء العسكريين والسياسيين بأن تحرير محافظة الحديدة يعني تحرير بقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وأن تطلق لأبناء الزرانيق، لألوية الزرانيق، لأبناء تهامة، للقوات الوطنية، للقوات المشتركة، لقوات العمالقة، لكافة القوات المتواجدة في الساحل الغربي، أن تعيد يعني تحرير هذه المحافظة من هذه الميليشيات التي تمارس الانتهاكات. وللأسف الشديد المجتمع الدولي لا يؤمن إلا بالقوي، المجتمع الدولي اليوم والبعثة الأممية تكتفي بالفرجة إزاء كل الجرائم التي تمارسها ميليشيات الحوثي من عملية قتل وتدمير، وحتى تحدي المجتمع الدولي سواء كان في المناطق البر أو حتى المناطق البحرية والممرات البحرية في البحر الأحمر. نعم، عبد الحميد الحطامي الصحفي والكاتب من أبناء محافظة الحديدة، شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب أو عبر الأقمار الصناعية أعزائي المشاهدين من مأرب، وأشكركم أيضا على حسن المتابعة، وكما أيضا أجدد الشكر لعصام بلغيث الصحفي المهتم بالشأن الحقوقي الذي كان معنا أيضا عبر الميت. وأنوه هنا أعزائي المشاهدين فيما يتعلق بموضوع المحور الأول بأن مكتب بايدن أو مكتب نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن عن بدء عملية رفح العسكرية وأنها ستأتي أكلها كما يقول لإطلاق الأسرى، وهو ما يعني رفض موافقة حماس، وكأن
إسرائيل تهرب من هذه الموافقة إلى التصعيد العسكري، لكن سنرى قدرة الأمريكان على كبح جماح نتنياهو في هذه النقطة، ونتمنى بالفعل سلام لأهلنا في فلسطين في أمان الله.